السر اللي كانت شلونكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بالف خير. مقطع جديد، فيديو جديد، واليوم راح نلعب لعبه ماينكرافت بسيرفر جديد. السيرفر اسمه بطاطا كرافت، اسم جدا مبتكر جدا يا جماعه. يعني منها اسم. المهم الان راح اترككم فورم مع المقطع بدون اي تاخير، اسف على السحب. ويلا ليتس جيت ستارتد. بام، الحرب بالدم بيده يزيد. انا هنا السر اللي كتشلكن يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بألف خير. هذا مقطع جديد، واليوم مثل ما كنتم شايفين، اول شيء صممت سكن جديد. مثل ما كنتم شايفين سكن جدا فخم ومسعد، اغيره ما شاء الله على اللغه العربيه تبعت محمد. وش خلينا بس دروعتين، عملنا سيرفر جديد. انا هذا يعرب، هناك عندكم علي، ليس، عمار، وعبد الرحمن اسا راح ينضم بس بعدين. اسا في كم واحد راح ينضموا معنا ان شاء الله. يا جماعة كنت قاعد عم أصور، ومع الأسف وأنا قاعد عم أصور طفى علي التصوير تمام. راح علي كتير أشياء سويتها ورا الكواليس، يعني مثل هاي المنطقة كانت أسويناها ورا الكواليس، وكنت عم أصور وجمعت هدول الكريستالات من تحت المي. الناس اللي بدون يلاقوا هذا الكريستال، روح تحت المي، عمق بالمي، بعد شوي عن الجزر، روح على المي تحت المي، بتلاقى دائما من قبة مائية. خليني أفرجيكم إياها، قبة مثل هاي مثلا، هاي القبة في بقلبها. عندكم كثير قبات اسا، هناك اسا في قبه اتوقع، يعني في كميه حلوه اذا بدك تدخل وتلاقي من هذا الكريستال. انا لقينا عصيد ما شاء الله على ذكائي. بتجي على مزرعتي، هون عندكم مزرعه خاصه في، انا عاملها سريع، عملت هيك سريع سريع بس مشان يعني اني كنت وقت جوعان وما عندي اكل. وهي موارد كلياتها عندكم هون، خمس جمعات، وهون عندكم شويه موارد قليله جدا بس يس. جمعت هذا ولحد الان ما بعرف شو فقدته لهذا. اللي بيعرف يكتب لي تحت بالكومنتات شو فقدته مشان اعرف اكمل. يس، والشباب ماكو سامعين انتو لانه انا بلعهم كلياتهم ميوت. اللي اخذ البوتيتو يجي لعندي بسرعه. اوكي يا جماعه، انت ماخذها؟ ايش ماخذ كمان؟ انا كحب اشرح فيكم كلكم. اوكي يا جماعه، ومثل ما شفت عندي 10 ايميرالد تمام. ها يمكن كان عندي اكثر او لا ما بعرف. المهم وهاي موارد كلياتها تحت، وهون عندي 6 ايرون جمعتها من ايرون جولمز، قد ذبحت 2 وطلعوا لي هاي الموارد. وهون عندكم بوتيتو، جزر باخذ وبزرع، ايزي جدا، فول دامج. اوكي، هاي كل فكره اغراضي ومزرعتي وكل شيء عندي حاليا بهاي الفتره من السيرفر. حاليا رح اترككم مع المقطع، اتمنى هذا الفيديو يعجبكم ولا تنسوا تحطوا لايك. وقبل ما اطالعكم ونبدا نلعب عن جد، بدي افرجيكم النسخه الثانيه من السكن. هاي النسخه الاخرى من السكن، مثل ما شفتوا مكتوب على حرف الام، يعني محمد اللي هو انا، او مويت وولف او اللي انتم يعني متابعين مويت وولف متابعين محمد. وانتم ورا عندكم الجناحات وكذا، هو شكل السكن. ويلا ليتس جو، خلينا نكمل. يو، شغال عند ابوك يا جاي تسرق بوتيتو تبعيته؟ ها لا، 20 وحدة عن وجهك، لو كنت ايش ما بتبلعهم كلهم بلقمة، يخرب بيتك. اوكي يا جماعة، شو قررت اسوي هون؟ اني ادخل كيفينج، يس كيفينج، لانه كنت احتاج مرة موارد. Yeah.
يا جماعة ما شفتوا، هاي كانت أول حلقة أتوقع أو شيء. بس المهم عملنا تلاقي شايفين جمعنا كمية موارد جدا عملاقة ما شاء الله، شكرتك احترامًا لكم. جمعنا كمية موارد حلوة مثل ما شايفين، كانت عم بيشوفون كيتو ايرون كوبر كل أنواع الموارد. وهلا قيني شو بدي أصنعه، واللي أنا من بداية الحلقة وأنا متحمس له يا جماعة الخير بدي أفهم شو فائدته هو هذا الشيء. ليكو في أصنع منه تنتين، هذا لو عينت على ايش ممكن يفرجيني؟ الراس علي الكبير كريبر، كريبر بعيد بدك، هناك في كريبر، هناك في كريبر مثل ما كنتم شايفين. بس زوم هناك تلقى كريبر وش في هناك بعده يا علي بعد من قدامي، انك زومبي اركض زومبي. خذ علي خذ ليش خذ، هاي هدية، يلا خذ هدية. سبايدر سبايدر اي سبايدر سبايدر تاني لايس. اوكي يا جماعة هون وصلنا لهذا المقطع، اتمنى تقدروا تعبي وتحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، وشكرا لكم على الدعم، واتمنى يكون الفيديو عجبك. ويلا سلام يا حبيب. ويعني ايش ممكن احكي، مش هنوصل المقطع دقيق بعد ما باخد ارباح هم ولاش ما راح احكي اي شيء. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ودعوا لاخواننا في فلسطين وصلوا وبس. السلام عليكم. ايه صحيح 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 صحيح، في لعبة جديدة راح تنزل عن قريب كتير بتشبه ماينكرافت، تتوقع شي باللعبة وعلى التليفون اللعبة وكتير اسطوري.